اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقرتنا الاولى مع النجم الكبير كابتن مجدي طلبه. هيا كابتن مجدي، دايما لما بيكون معانا بنستفيد بارائه الفنيه للدوري العام. الحقيقه الدوري العام بدا اول امبارح، وكلام كتير جدا عن الدوري العام وعن النادي الاهلي خلال هذه الفتره. خلوني ارحب بالنجم الكبير كابتن مجدي. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور. الله يخليك يا اسلام، سعداء جدا بوجودك معانا. انا سعيد جدا اني معاك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله الدنيا تمام والامور كويسه. نحمده الحمد لله. خلينا نبدا بالدوري، بتتفرج عليه ولا مش قوي؟ لغايه دلوقتي في بعض يعني الماتشات كتير، ست سبع ماتشات حتى الان. راي حضرتك بشكل عام يعني في الجوله الاولى، لسه طبعا بكره بقيه المباريات. لا، في ماتشات كويسه، في ماتشات كويسه، وفي ماتشات لسه البدايات يعني. انما يعني مش الماتشات في النهارده مثلا ماتش المقاولين عجبني شويه. ماتش اتفرجت على الشوط الاولاني. اتفرجت على الشوط الاول. لا، اتفرجت على الشوط الاولاني، اتفرجت على الماتش كله. فرقه البلديه فرقه جيده جدا، عملت ماتش كويس. اللي عجبني انه الريتم كويس في بدايه الموسم، وده شيء انا كنت طبعا قلقان انه ما يبقاش موجود، بس كان في بعض المباريات الريتم بتاعها كان كويس من اول الاسبوع، وده شيء جيد جدا وشيء ايجابي، لان احنا خلاص بقينا غير السنين اللي فاتت والكره بتاع القديمه، ان لازم تتدرج في المستوى والحاجات دي كلها. لا، انت لازم تخش من اول السنه، من اول الموسم لازم تخش قوي جدا. شايف برضو يا كابتن ان في عدد كبير من المحترفين موجود في الملعب، وده مهم جدا. اكيد اكيد، ويا حبذا لما يبقى مستواهم الفني كمان جيد، لان ده هينعكس على الكرة في مصر، او هينعكس على زمايلهم ومستوى زمايلهم معاهم في الفرق او في الفرق عموما. طيب، بما اننا يا كابتن كنا بنتكلم عن بس الفرق محترفين كبير يعني. بتلعب في اليونان والهدد دلوقتي، محترفين هنا بتلعب في مصر. شايف عدد المحترفين اللي موجودين، هل هم اقوياء يستحقوا اللعب جوه الدوري المصري حتى الان؟ يعني طبعا لسه ما عملناش حاجه، ولكن لا، مش كتير. ما احنا لو احنا عدينا كم عدد اللعيبه المحترفين او الافارقه، هم غالبا بيبقوا افارقه يعني. اللي دخلوا الدوري المصري في اخر 10 سنين، لو اتكلمنا مثلا في 200 لاعب في اخر 10 سنين، هنحفظ او هنفتكر اسامي 5 6 او 10 بالكثير، ومعظمهم هيبقوا من الاهلي والزمالك. صحيح. الاسماعيلي احيانا بيطلع، او في المعظم بيجيب لعيبه كويسه، انما المجمل العام او باقي ال 200 واحد اللي بيشتركوا في بقيه الانديه بيبقوا جايين يعني، بتبقى سد خانات عشان يبقى عشان النادي يبقى اسمه جاب استفاد باللائحه واللعيبه الاجانب الافارقه، وبيجيب لعيبه بتبقى مستواها مش قد كده. ودي من الحاجات اللي الواحد عايز يبقى يعني، يا ريت يبقى يتحط فيها لائحه، لازم تحط فيها شروط بالنسبه للعيبه اللي نختارها عشان تيجي في الدوري المصري، اللي عشان تفيد. مش بالضروره يكون صف اول طبعا، مش بالضروره خالص، انما لازم يكون مثلا على اضعف الايمان لعب في منتخبات الشباب عندهم في البلاد بتاعتهم. يعني حته نجيب من مدينه البعوث كتير، مش كل واحد يعني مش هيطلع لك مدينه البعوث على طول يعني، هي بتبقى فلته مره وعلى حاجه. لازم الموضوع يعني يبقى يتحسب له حساب شويه يعني. طيب، خليني اعرف رايك بقى في الفوز امس للنادي الاهلي على النادي المصري برباعيه مقابل لا شيء. عجبك اداء الاهلي؟ انا عجبني اداء الاهلي من الماتش اللي قبل منه. على فكره كابتن، والله يعني ده كلام مهم جدا، لانه ناس كتيره قالت او لا لا لا، انا عجبني اداء النادي الاهلي خاصه في الشوط الاولاني في الماتش الاتحاد العاصمه. لا، النادي الاهلي دخل الماتش كويس، وخسرنا يعني، مش عايز اقول عادي، انما ماتش، هو اصل بيبقى في الاخر بيبقى ماتش. بتعمل غلط بيحصل، ممكن تخسر بيه الماتش، وده حصل. انما أوكي. انما لا، اداء النادي الاهلي ما كانش يثير الشكوك او يخليك تبقى قاعد قلقان من الماتش بتاع المصري، لا خالص. ان انت داخل على الدوري بعديه بكام يوم، فتبقى قلقان، لا خالص. النادي الاهلي دخل الماتش كويس جدا، ماتش الاتحاد العاصمه، وادى وصنع فرص وخلق فرص،
وما قدرش يحقق الفرص خلاص ماشي، انما صنع واشتغل. نفس القصه مع ماتش المصري، قبل ما يجيب الجول كان في مره واتنين كان ممكن يحصل فيهم اجوال ما جاتش، انما جات مع رضا في اخر الشوط، ودي بتفرق كتير جدا. ان علت كتير من مستوى اللعيبه من الناحيه النفسيه، التوقيت بتاع الجول خلى انك تخش الاوضه بين الشوطين وانت اخر دقيقه جايب جول، فدي بتفرق كتير جدا بالنسبه لك بالايجاب، والعكس بالعكس مع التيم المنافس. كان في تحضير جيد جدا، كان في جهوزيه، كان في رتم كويس جدا باين عليه من الاول. كان في اللي بيعجبني في النادي الاهلي ان في التنظيم وفي اعاده تنظيم، الاثنين كويسين. يعني ايه؟ وانت شغال ومعاك الكوره تمام جدا 24 شغال كويس جدا وبتشتغل بتنظيم كويس جدا، واعاده التنظيم بتاعك لما بتفقد الكوره بترجع تاخدها بسرعه تاني وبتعمل اعاده تنظيم تاني. فهو ده اللي بيخلي النادي الاهلي على طول في يعني في الماتش اللي بالذات الماتش المصري كان على طول انفولفد جوه، في اي لحظه او في اي وقت من الاوقات كان بيبقى في خطوره. فالنادي الاهلي حضرتك شايفه بيؤدي بشكل جيد. انا شايفه وادى امبارح بشكل طبعا. النادي الاهلي النهارده عنده يعني النهارده نقدر نقول السكواد بتاع النادي الاهلي بعد رجوع المصابين اللي رجعوا، هتغمض عينك وتحط تيم هينزل يشتغل. الدليل التغييرات اللي اتعملت مثلا امبارح، قدر الله ده شيء ذكي جدا من كولر، اللي هو عمل 5 تغييرات في نفس التوقيت. ذكي جدا. ليه يا كابتن؟ ذكي جدا ليه؟ اولا استغل ضعف النادي المصري، ضعف النقص العددي في النادي المصري. اوكي، دي واحد. اتنين، الناحيه البدنيه بتاعتهم عشان بدايه الموسم اتأثرت بخروج واحد منهم بخروج واحد منهم ومدافع مش سهل، مدافع كويس. فنزل 5 فريش يقدروا يضغطوا اكتر، ضغطوا هجوميا اكتر. وده اللي حصل في اخر 10 دقائق من اول ما نزلوا الربع ساعه اللي نزلوها، كان على طول النادي الاهلي قدام الجول على طول. فدي عملت رد فعل عكسي لتيم النادي المصري. وده شفناه في الجول الرابع، جول حلو قوي، جيب اريحيه وبسرعه وبابداع فكر في ابداع في الباص. اكيد يعني كان فيها ذكاء كبير من كولر، وما عندوش هو اصل التغييرات بتتعمل يا اسلام، بتتعمل علشان اساعد التيم انه يصلح الاداء او عشان حاجات كتير، او عشان اضيع وقت مثلا. ممكن اعمل تغيير عشان اضيع وقت. طب انا كسبان 3 مش عايز اضيع وقت، انا بعمل ورساله كبيره جدا ومهمه جدا، ده انا بنزل 5 مره واحده وانا كسبان 3، ده معناه اللي جوه في الملعب عايز اكسب 3 تانيين، عايز الرابع والخامس، وعايز كل ما تقدر تجيب جول هات. فده ذكاء جدا من المدرب. اليوم الاحد ان شاء الله سيبدا النادي الاهلي البدايه الافريقيه مع سانت جورج الاثيوبي. شايف البدايه الافريقيه هتبقى عامله ازاي؟ لا اعتقد زي ما بقول لك النادي الاهلي الحمد لله، انا كل مشكلتي في اثيوبيا عشان الواحد جرب اثيوبيا اكتر من مره. الماتشين هنا هنلعب الماتشين هنا؟ طب معلش انا متاخر في ايوه لا طبعا الماتشين هنا خلاص الماتشين هنا يا شباب. صح مظبوط ان الماتشين هنا، حد يقول لي بقى بس هو اللي انا عارفه كانوا هنا. هنا لو الاثنين هنا خلاص الاثنين هنا، لا الماتشين هنا مش واحد صح؟ بس انا كنت عارف انه احنا قدمنا طلب وسان جورج عنده الماتش الملعب بتاعه تم رفضه من الاتحاد الافريقي علشان غير مناسب او غير مطابق مواصفات وبالتالي قال لك نقعد هنا ونلعب الماتشين كويس هنا كويس. بس الحقيقه على حسابنا مش هتفرق بقى على حسابنا ما اعرفش يعني، ولكن في النهايه عشان انت توافق عشان هو يوافق بدل من الماتش في حته ثانيه فانت تقول له اتفضل. كان هناك كلام كتير في هذا الامر رايح جاي ما بين ناس قالت ان هم ان توافق وناس قالت ان هو ما توافقش، لان هو الاتحاد الافريقي في الاخر هو اللي بيقرر هذا الامر. بغض النظر هي طبعا اللعب في اثيوبيا بيبقى صعب جدا، هو لعب في اثيوبيا عشان الجو عشان الجو الجو مش تعرف تتنفس
صعب صعب جدا، ويقول لك تقعد مش عارف قد ايه عشان تعمل ادابتيشن، تسافر قبل الماتش مش عارف ايه عشان تعمل ادابتيشن. صح، مفيش فايده. ما هو جو، ما لازم تقعد سنه عشان تعمل ادابتيشن. لا صح، جو صعب في اثيوبيا، صعب جدا. الواحد جرب الاكسجين قليل، قليل قوي، ارتفاع عن سطح البحر. وبعدين لما بترجع بتبقى حاجه تانية خالص. مظبوط مظبوط، بتبقى حاجه تانية خالص، بتلاقي نفسك ريشه. طيب الماتشين هنا يا كابتن موجودين، تمام. يعني خلاص تمام. تم الاتفاق او كان قرار من الاتحاد الافريقي ان هو الماتشين هيتلعبوا هنا. طيب كده افضل بكتير بيني وبينك. مليون مره. اولا بتريح لعيبتك من الارهاق بتاع السفر، وانك بتلعب في جو وفي اجواء بتبقى صعبه وحاره وفوق سطح البحر وكذا. الحاجه الثانيه بتطمن على فرقتك اللي ماتشين هنا اللي موجودين بشكل بيني وبينك. اكيد السفر أكيد والمروح بيفرق كتير. هو الارهاق اللي انت المفروض هتروح وتيجي فيه في 4 5 ايام هتوفره، اكيد هيوفر، هيفرق كتير مع النادي. دخول الصفقات الجديده في الفرقه اعتقد واضح جدا وبشكل مؤثر حتى الان من وجهه نظرنا. يعني انا الماتش الاولاني اللي هو بتاع اتحاد العاصمه كنت قلقان، قلقان على انه ادخل 2 في ماتش، بس من الواضح ان القرايه بتاعتنا للماتش هو احنا في نظريا احنا افضل من اتحاد العاصمه بكتير. ده نظريا، وعمليا احنا افضل من اتحاد العاصمه، فممكن نكون عملنا حساب دي زياده شويه، فعشان كده رحنا مدخلين رضا ومدخلين امام عاشور الاثنين مع بعض في نفس التوقيت في المباراه. كان نفسي ان هم يبداوا الدوري المصري الاول قبل ما يدخلوش في على طول في الماتش ده، لان الماتش ده ببطوله. صحيح، فالماتش ده ببطوله كنت استعين بيهم، بالرغم ان هم لعيبه كويسه وجيده جدا، ما الواحد ما بيختلفش، انما بتكلم على دخول الاجواء والحس بتاع التيم نفسه، لانه ما لعبوش ماتشات رسميه مع النادي، هم بيتمرنوا مع اللعيبه. صحيح، انما الماتشات الرسميه ما اتلعبتش، وده بيفرق كتير جدا، بيفرق كتير يعني. بيفرق، لكن الماتشات الرسميه بتعلي شويه. طبعا الماتشات الرسميه لانه بياخد شعور المنافسه الحقيقيه، منافسه التلاته بونت، وبعدين حته الشعور بزميله في اللي جنبه في الماتش اللي فيه 3 بونت مختلف تماما عن الماتش الودي اللي مش هيفرق معانا فيه اي حاجه. طيب هرجع بيك ورا شويه وهوصل مع حضرتك لنقطه مهمه نتكلم فيها عن انتوني موديست اللاعب الجديد للنادي الاهلي. بس هسالك سؤال وبعدين هوريك مفاجاه. الاول، هو المدرب اللي اخترك للانضمام لباوك روب ياكوبس؟ مين؟ روب ياكوبس. روب ياكوبس. خلينا نشوف ماذا قال روب ياكوبس الكابتن مجدي ونرجع نكمل. Hallo vrienden uit Egypte, voetballers van El Ahly die een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes wat we hadden met PAOK in 1990-91. Met Hossam Hassan als de grote uitblinker. Fantastische spits, doelgericht, snel, sterk. Kortom, een geweldige speler. Ibrahim idem dito, ook een geweldige goede jongen. Hele goede wedstrijdinstelling en mentaliteit. En Magdi Tolba, bekend van zijn fameuze linkerbeen, wat altijd aparte spelers zijn en die een geweldige techniek had. Met die drie spelers heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Zij tilden het PAOK van toen naar een hoog niveau. We hebben daar Europees mee kunnen spelen en halen, wat ik daarvoor met Feyenoord heb gehaald. En ik hoop dat jullie het goed gaat. Maak er iets moois van daar bij El Ahly. Een geweldige Egyptische club. Het voetbal in Egypte is een hoog niveau. Houd dat vast en maak daar iets moois van. Heel veel succes daar allemaal en veel voetbalplezier. Groeten, Rob Jacobs. We
حضرتك ما شفتوش من امتى؟ اعتقد من عمر ما شفتوش من 92. يا نهار ابيض. 92 93 يا نهار ابيض. هو لسه فاكر وعنده 80 سنه وواحد من اشهر المحللين في الدوري الهولندي الان. روب ياكوبس. لكن اصل هو كان لما شافني واحنا في يوغوسلافيا ساعتها في فتره الاعداد، كنت انا مع نادي الزمالك في الوقت ده. لما شافني اصر على انه على ان النادي يتعاقد معايا. فطبعا النادي هناك في اليونان في الوقت قالوا له المصري ما كره ايه اللي في مصر؟ ما احنا نعرف ان فيها جمال وبتاع وما فيهاش كوره. فقال لهم لا، هو انا عايزه، فلو مش هتاخدوه انا هاخده انا وهوديه هولندا. فشافوه مقتنع جدا بالموضوع ده، بعتوا جابوا اعضاء مجلس اداره او المسؤولين عن التعاقدات بحد مجلس اداره في نفس اليوم او ثاني يوم على طول، بالعقود بتاع في كل حاجه، واحنا قاعدين في الاوتيل في كل حاجه خلصت في 24 ساعه يعني، عشان اصراره هو عشان هو اللي عايزك. وساعتها شفت حاجه جديده كانت عليا جديده جدا، انه جاب كابتن التيم وقعد معاه وجابني نادالي ده واحنا بنعمل العقد او قبل. قال له مجدي اللي احنا شفناه هنا هنتعاقد معاه ويبقى موجود، انت ايه رايك فيه؟ فبرضه قعد يتكلم معاه وكانت حاجه بالنسبه لي يعني اجيب لعيب من الفرقه واقول له رايك. فعرفت يعني ازاي تتعامل مع كابتن تيم وازاي يبقى في كابتن. ده كان سنه 92 ده كلام، لا الكلام ده 89 اقصد. فكان طبعا كان الكلام ده مختلف تماما عن كل اللي الواحد شافه وعاشه. الواحد شافه في حياته طبعا يعني. فالواحد اتعلم كتير يعني الحمد لله. ولعبت في كاس الاتحاد الاوروبي ضد اشبيليه. صح؟ اشبيليه وباريس سان جيرمان و في نادي في بلجيكي ميخلن بلجيكي وميخلن وفي نادي في النمسا برضو تاني اللي هو بتاع الاستراس النمساوي ده، مش فاكر اسمه. مش فاكر شتورم جراتس؟ لا مش فاكر اسمه بالظبط. انا باخد حضرتك ليه؟ لانه اللي لعب على هذا المستوى يقدر يتكلم على مودست. طبعا. يعني حضرتك لعبت في مستوى بطولات اوروبا ومثل هذه الامور، وحضرتك جيت وانت عندك 32 سنه للنادي الاهلي تقريبا. نفس ال ما هو اتعمل الحوار كده برضو. ايه؟ وانا جاي النادي الاهلي الحوار ده اتعمل برضو، كان في مني مش مني. لا 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 كان جوه. بس الكلام كان جوه النادي ما كانش من بره. اوكي. بس ما خدش برضو ما خدش وقت خالص. وسالوا هولمان فقال له قال لهم بيلعب في اوروبا؟ قالوا له قال لهم خليجي على طول. الحاجه الثانيه اللعب اصلا في اوروبا مختلف تماما يا اسلام. بالزبط. انت لما بتلعب على في مستويات عاليه. حضرتك قلت حاجه مختلفه من سنه 92 او من سنه 89 كمان. هو جاب كابتن الفرقه وسعد. طبعا يعني طبعا دي لو حصلت هنا دي تبقى يعني. أيوة. دلوقتي لو حصلت بتبقى كارثه. في المستويات اللي انت بتشتغل عليها او درجات الاحمال اللي بتشتغل، التدريب اللي بتشتغل بيه والنوعيات التمرين اللي بتشتغل بيها والنسب اللي بتشتغل بيها، دي كلها بتحافظ على النواحي البدنيه. يعني انا مثلا حد دكتور بتاع ايك وانا في اليونان، دكتور بتاع ايك الدكتور الفيزيكال بتاع نادي ايك اللي هو المنافس لينا من اتينا، كنا قاعدين كده وعاملين حوار، وكنا بعض اللعيبه من انديه ثانيه ومختلفين جامعتنا ظروف وقاعدين في نفس القعده وهو كان موجود. فهو من جات السيره بتاعت انت ممكن تلعب قد ايه وتلعب كام سنه وانت ممكن تلعب لكام سنه. فبص لي انا وقال لي انت ممكن تلعب لغايه 35 سنه و36 سنه. الكلام ده في 91 تقريبا. فقلت له اشمعنى والكلام ده؟ قال لي التكوين البدني بتاع يوديك للسن ده، يهيلك ان انت تشتغل التكوين البدني العضلي بتاعك يأهلك ان انت تشتغل الحته دي طبعا باللي هو شايفه كمان. طبعا. فالنواحي البدنيه ما تنساش النهارده ان العمر الافتراضي بتاع اللعيب كبر زاد سوري زاد خلاص زاد. صحيح. بكتير جدا يعني.
انا فاكر جدا ان احنا يمكن انا واسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد اول ناس عملنا الحته بتاعت ان انت تعدي ال 30 و32 سنه وكمل الكوره، لان كان قبلينا 30 سنه وشكرا، يقول لك كبر، يبقى مش كبر ده يبقى عجوز وجده. فالمراحل بتزيد، بالمراحل بتزيد 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 بتزيد. ليه؟ لان اولا العلم دخل بشكل كبير، علم التدريب اتطور بشكل كبير جدا 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 طبعا، اللي منه الريكفري كمان بتاعك. يعني انت النهارده بتلاقي تيم اسلام بيلعبوا 4 أو 5 ماتشات في 20 يوم، وبتلاقي الاداء بتاع الماتش الاولاني هو الاداء بتاع الماتش صحيح الخامس صحيح. فالموضوع ده بيرجع ليه؟ بيرجع ليه علم التدريب اتطور، واللي فيه بيبقى الاستشفاء بتاعه اتطور، والنواحي الفنيه كمان اتطورت، زائد ان انت دلوقتي ما بتتحرقش زي الاول. انت النهارده اللعيب اللي هو يعني مكسر الدنيا ممكن في طول السنه من ال50 ماتش ممكن يكون عامل له 30 ماتش. يعني ال50 ماتش بيتوزعوا على كل اللعيبه، هتلاقي 3-4 بس اللي عاملين ال50 ماتش طول الماتش، والباقيين متوزعين عدد الدقائق، يعني كمان بتفرق كتير جدا. فبتعلي من او بتزود من عمر اللعيب بتاع الكوره، خاصه لما يكون لعيب جيد. مودست ارقامه كمهاجم في الدوري الفرنسي والدوري الالماني جيده جدا، جالك وهو عنده 35 سنه، شايف الامر ده ازاي؟ طيب هو بدايه لو في، عشان برضو تتوقع له ايه برضو؟ انا اتوقع له انه هيبقى ان شاء الله باذن الله ينجح. أوكي. بامر الله. اولا تيم النادي الاهلي كبير، والماتشات نسب الاهداف او نسب التهديف كبير للنادي الاهلي كل سنه، بيبقى هو التوب بتاع الدوري في احراز الاهداف او في صناعه الاهداف. صحيح. فده بيدي فرصه لاي سترايكر او اي مهاجم يشتغل في النادي الاهلي انه يهدف. امبارح بيرستاو جايب جولين في 6-7 دقائق. صحيح. السنه اللي فاتت قعد فتره طويله جاب جول، وبعد شويه جاب جول، وبعد فاذا في تطور في المستوى. فده اللي انا اقصد اقوله، ان مودست لعيب هداف وجوده اللي محدده هو كولر. صح. لانه عاوز الشكل النوعيه دي يشتغل بيها. انا عايز اقول ان لجمهور النادي الاهلي انه لازم يصبر عليه شويه. اوكي. لان في فرق حضاري في المستوى من اللي هو جاي من الدوري الالماني ليجا على الدوري في مصر، في فرق كبير جدا بين المستويين اكيد. وبعدين مش فرق في النواحي الفنيه وبس، ما تنساش برضو يا اسلام انه الدوري الالماني من اكبر الدوريات في اوروبا، هو تقريبا نمره واحد، تصنيفه نمره واحد على طول في الحضور الجماهيري. صحيح. يعني هو الدوري الالماني دايما بياخد تصنيف نمره واحد في اوروبا في الحضور الجماهيري. يعني ايه؟ يعني دايما الاستادات فول كاباسيتي كل الماتشات وكل الاستادات. هو جاي دلوقتي، انت فاهم انت القصه بتاعت امبارح دي، طبعاً. فرق كبير جدا. انا طبعا انزل الملعب، الملعب ده كويس ان هو مثلا لعب في ده كويس ان هو لعب في استاد القاهره كمان، ما لعبش مثلا في هنا ولا هنا، يعني كويس ان هو لعب في استاد القاهره يعني شاف 5000 واحد كانوا موجودين، شاف 5000 واحد كويس، يعني بقيه الاستاد فاضي. دي برضو بيخلي بالك، دي وهناك على طول الدنيا مليانه مساحه على طول. صحيح. دي بتفرق جدا في المود بتاع اللعيب بتاع. صحيح. بتفرق كتير جدا جدا صدقني، يعني لازم الناس تاخد بالها من النقطه دي، زائد انه لسه جاي، ففي اعلان ممكن يكون مش عارف نص اللعيب، وارد جدا يكون لسه ما الراجل قال كده امبارح فعلا اللعيبه، وارد جدا. وبعدين بيتكلم فرنساوي والماني، المفروض يكون بيتكلم الماني يعني، ف لانه قعد كام سنه في المانيا. صحيح. فمش هيعرف يتكلم مع دول غير 4 لعيبه في الفرقه او 5 لعيبه في الفرقه بتاعتي وكولر، فلسه لما يتاقلم شويه ويتعود يعني. بس انا شايف انه ان شاء الله باذن الله تكون اضافه للنادي. اخدك بقى الاولى لمباريات البنك الاهلي والطلائع الجيش. يعني البنك الاهلي الحقيقه عنده مجموعه جيده من اللاعبين، عنده مدير فني المفروض ان هو مدير فني جيد، اتغلب من طلائع الجيش في اولى المباريات بهدفين مقابل لا شيء.
والله انا اتفرجت على الماتش ده، هو ده ماتش من الماتشات اللي يعني زعلت منها، يعني المستوى بتاعها ما كانش قوي. صح. كان بطيء جدا، الاداء بتاعه كان بطيء جدا في الفرقتين، ما كانش فيه نديه كتيره، انما في الاخر الجيش اللي عايزه خده وخد الثلاثه بونت. تيم البنك الاهلي مش هو ده اللي انا اعرفه عن بابا فاسيليو، يعني واخد بالك، هو عنده كمان مشكله هتقابله كبيره جدا، هو دايما بيعتمد على ان الحارس المرمى احد ال 11 لعيب بتوع التيم، لازم يبدا بدايه الهجمه عنده من حارس المرمى ويبدا يشتغل، فابو جبل مش هيعرف يعمل دي، هتبقى عنده مشكله كبيره جدا. صحيح. فيها مش هيعرف يعملها، وهيصر عليها، ولو يعني دي ممكن تعمل للبنك الاهلي، وافتكر كلامي، ممكن تعمل للبنك الاهلي مشكله في وسط الدوري وقريب مش بعيد. لان هو معتمد، هو بيعتمد على دي في الشغل بتاعه، لما بتتغير بيفرق معاها شكل الشغل. فهو علشان يعمل دي لازم يكون عنده حارس يشتغل برجليه كويس. جباسكي مش عنده، محمد ابو جبل ما عندوش القصه دي، مش 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 احسن حد فيها. هل الحارس الثاني عنده الملكه دي ولا لا؟ طب ولو عنده الملكه دي، الحارس كويس ولا لا؟ هتشغله وتقعد ابو جبل هتبقى مشكله، يعني دي ممكن وارد تكون تعمل مشكله للبنك الاهلي، الا اذا يغير من شكل اللعب بتاعه، انما شكل اللعب الاصلي بتاعه اللي هو عايز يعمله هيبقى صعب يعمله بجباسكي. فوز زد على الاسماعيلي في مباراه غريبه برضو. يعني بالنسبه للظروف بتاعه النادي الاسماعيلي تقدر ما يعني ما تقولش انها غريبه، احنا متعودين على الاسماعيلي من اخر سنتين بيبدا البدايات بتاعته صعبه. صحيح. دايما البدايات بتاعته بتبقى صعبه، صعبه علشان السكواد بتاعه مش كامل، السكواد بتاعه مش احسن حاجه، قله الموارد، امور كثيره يعني. لسه في هات وخد في النواحي الماديه، واللعيبه لسه ذهنها مش صافي، في حاجات كتيره جدا عند النادي الاسماعيلي غير الكوره، ودايما النادي الاسماعيلي لازم يحل كل حاجه بره الكوره الاول، وبعد كده يخش في الكوره. اذا لم يكن فوز زد على الاسماعيلي مفاجاه بالنسبه لك؟ لا لا، مش مفاجاه، لانه ما احنا شفنا الاسماعيلي قعد ازاي السنه اللي فاتت، وقعد ازاي، وانا بقولها لك وانا زعلان جدا طبعا، يعني زعلان جدا الاسماعيلي. كابتن ايهاب جلال يقدر يعمل ايه الفتره اللي جايه طيب عشان يغير من هذا الامر؟ لانه طب خلاص لو حضرتك بتقول كده يبقى يعني هيبقى صعب جدا. هو زي ما قلت لك، لازم الحاجات اللي بره الكوره تتعالج، تتعالج تنتهي. صحيح. لو ما اتعالجتش وما انتهتش هتنتهي الموضوع زي ما هو. تجيب ايهاب بقى، تجيب حمزه، تجيب اي حد، هتبقى فيه. وبعده برضه في مشكله القصه دي، يعني انا مش عارف حمزه مشي ليه ومشي ازاي، برضه مش فاهمها. يعني هل حمزه اللي مشي وطلب يمشي، ولا هم اللي اتغيروا وغيروه؟ يعني بس كانت في الجنب تروح والجنب تيجي، ما انا مش فاهم القصه يعني. دي برضه من الحاجات اللي ايه تخليك، ما هو دي برضه من الحاجات اللي ما فيهاش استقرار، ما بتعمل عشان تاخد قرار زي دوت، برضه هياخد وقت عشان طبعا طبعا ما تتظبط الدنيا. هل بتعتبر فوز الداخليه على امبي مفاجاه؟ باللي انا شفته لا، برضه اللي انا شفته لا. اولا امبي فرقه، بس امبي ضيع جون كتير قوي. ليه؟ لانه مغير السكواد بتاعه كله، كلهم تقريبا شباب صغيرين ولاعيبه درجه ثانيه. اوكي. يعني بس ده فكرتهم، او دي بقى لهم 3 4 سنين ماشي بهذا الشكل، يستحمل لغايه ما الدنيا تمشي، لغايه ما تمشي الدنيا. ما اصل انت مش ممكن اما تيجي تبني اي تيم يا اسلام، ارسنال هو بيغير الدم بتاعه، قعد سنتين ثلاثه في عمود موجود، في عمود موجود شغال، وقعد يدور حواليه، وقعد يدور من اللي حواليه وغير من اللي حواليه لغايه ما خلص التيم بتاعه كله، وراح نازل بالسكواد اللي انت شايف، اللي احنا شايفينه دلوقتي. صحيح. فما فيش مشكله خالص، ان انا على فكره مش ضد ده، بالعكس انا بشجعه جدا، بس لازم كمان في نفس الوقت
أوازن. أبقى كإدارة أبقى عارف إن ده هدفي وما استعجلش الدنيا بقى. ما أبقى أحطش ضغوط على المدرب والمدير الفني وإنه يبقى واقف على الملعب، واقف بره الملعب ماسك في استقالته في ايديه. اما ليه ماسك في عايز يشد في شعره، لان النهارده ضاعت جوال كتيره جدا جدا، والجوال اللي ضاعت والفرص اللي ضاعت، يعني هو كويس وبكرييت الفرص دي، انما طيب دول عايزين شغل وعايزين ثقه الدوري الممتاز، دي برده مش سهله، دي طبعا بتيجي بالماتشات وبتيجي بالخبرات. المهم بقى في الخبرات اللي هياخدوها والماتش من الماتشات ما تتاثرش بالنتائج بشكل كبير، يعني عشان طيب ما يعملوش نفس اللي حصل السنه اللي فاتت برضو. صحيح. البلديه بقى وفوزها على المقاولين اعتقد ده برضو مفاجاه. لا البلديه بالنسبه لي مش هقول لك مش مفاجاه، مش هقول لك مش مفاجاه، انما البلديه عنده هو عنده تيم طالع بيه، هو المدرب اللي شغال بيه احمد عبد الرؤوف شغال تمام مع التيم بتاعه وطالع بالتيم بتاعه وعارف هو عايز ايه ومش عايز ايه. يعني الوحدات بتاعته اللي غيرها في السكواد بتاعه هو عارفهم كويس جدا، حاجات بسيطه جدا اللي زودهم، وفي انسجام كامل في طريقه اللعب وفي التفاهم بين اللعيبه وبعضها. ده بان جدا النهارده، بان جدا وانا بتفرج على الماتش في الانتشار، وزي ما قلت لسه بقول لك على اللي في النادي الاهلي في التنظيم واعاده التنظيم. تنظيمه هو معاه كوره هايل، وفي اعاده التنظيم لما بيخسر اول ما بيخسر الكوره على طول بتبص تلاقيه بيدافع بشكل ايجابي جدا وجيد جدا وبياخد الكوره بسرعه جدا. فرقه المقاولين النهارده كان في علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لي، اول ماتش في الدوري و اخر 20 دقيقه تقريبا الناحيه البدنيه اللعيبه في حاجه في مشكله في كابتن شاوي كمان بيعتمد بشكل كبير ومدرب كبير على في قصه البتاع، لكن واضحه انا ما اتفرجش على الشوط الثاني فما اعرفش، ما شكش في دي خالص، انما اللي واضح بالنسبه لي قدامي ان في مشكله، ان في مشكله بدنيه كانت في اخر 20 دقيقه اوكي، وكانت باينه جدا وكانت واضحه جدا وكانت مأثره على التنظيم المقاولين. التيم في المقاولين العرب خاصة، وفي الآخر كمان لعب نقص عددي علشان الموضوع صح. ده صح. سموحة والجونة بقى كانت مباراة حلوة برضو، واحد واحد ما اتفرجتش عليها، تعادل يعني أنا اتفرجت على شوية منها برضو، لأن واحد واحد كان سموحة كسبان 1-0 لغاية الدقائق 94 تقريبا، ضرب الجزاء أحمد بالحاج جابها للجونة، وخلي بالك الجونة برضو عمل، يعني أنا الحقيقة سعيد جدا بمستوى زد والجونة والبلدية بجد، لأن أنا ما كنتش متوقع تحديدا بقى البلدية والجونة. البلدية عندهم ميزة إنه السكواد بتاعه تقريبا 90% من الهيكل بتاعه هو وده مهم. والجونه خلي بالك برضه ما هو عامل ايه؟ عامل اسماء قد تكون جديده معظمها، ولكن يعني برضه اسماء ما من الناشئين وقطاع الناشئين اللي موجود وايضا من الدرجه الثانيه مثلا. ما هو بص يا اسلام، هنا لما اكون انا تيم شغال السنه اللي فاتت 30 ماتش 35 ماتش 40 ماتش مع بعض، صحيح، ده بيعمل قوه ذهنيه بين اللعيبه بشكل كبير جدا، وبيعمل قوه تفاهم بين اللعيبه وبعض صح، وبين اللعيبه والمدرب صح. لما اشيل بقى نص التيم ده واجيب نص تاني وشغال في الدوري الممتاز وكل حاجه، لازم هياخد وقت علشان يبقى النص الجديد يتفاهم مع النص القديم، وممكن النص القديم يبقى زعلان النص التاني بتاع زمايله اللي مشوا دول كانوا كويسين. بتفرق كتير يعني الحاجات دي، يعني في ناس ما بتعملهاش حساب، لا بتعمل، يعني انا لما يكون جنبي اسلام الشاطر وشغال السنه دي كلها واحنا الاثنين شغالين مع بعض واجي السيزون التاني انا ابقى موجود او اسلام موجود وانا بمشي، اسلام ممكن يتضايق شويه ان مجدي مشي، او انا اتضايق شويه ان اسلام مشي وجي حد تاني، بتاخد وقت على بال ما تخش التيم مع بعض، الا لما لو الحاله مختلفه، لو بص تلاقي التيم هو اللي طالع بنفس المدرب، والمدرب عنده قدرات جيده، احمد عبد الرؤوف مدرب كويس وعنده عنده عنده قدرات
فنيه، وباين جدا النهارده الشكل التنظيم بتاع اللعيبه هايلين بصراحه، باين جدا 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 وقفتهم، وازاي بيتحركوا، وازاي تبادل مراكز، وازاي بيقفلوا الملعب وما معهمش الكوره. لا في 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 حاجات كانت بتتعمل كويسه جدا. توقعاتك لشكل المنافسه ايه يا كابتن السنه دي؟ والله السنه اللي فاتت كان فيوتشر بينافس، فاعتقد السنه دي هيبعد هيبعد شويه، الاختلافات الكتيره اللي حصلت في دي ممكن يبعد شويه. بيراميدز، الاهلي والزمالك هم هيتنوهم موجودين زي ما هم، يطلع بقى رابع مين في اللي موجودين حسب ما الدنيا حسب تمشي كده، حسب الدنيا ماشي. حسب الكراسي. ايوه كراسي موسيقيه. ايوه عشان ما حدش يفهمها غلط بس. أيوه. طيب ايضا الفريق اللي حضرتك شايف ان هو ممكن يعمل مفاجاه السنه دي، الفرقه اللي ممكن تعمل لسه مفاجاه، لسه بدري طبعا، ولكن وجهه نظرك كده من البدايه. والله انا شايف، انا بقول لك، انا تفائلت خير جدا لما شفت فرقه بلديه البلديه النهارده. البلديه عاجبينك يا كابتن؟ عاجبني جدا، عاجبني رؤوف احمد عبد الرؤوف عاجبك؟ عاجبني شغله جدا. عندهم رئيس نادي برضو شاب يعتبر برضو ابن الحاج محمود الشامي، فبرضو من العيلة. نعم من العيله برضو. من العيله. فيعني كل التجربه كلها شبابيه فلطيفه. طبعا بص، مهم جدا انه يبقى فيه تنسيق وتفاهم طبعا شديد جدا ما بين الاداره، اداره النادي والاداره الفنيه. عايز اقول لحضرتك حاجه، لما جبنا مصطفى الشامي اعتقد في اول ما كسبوا يعني، وبنبارك لهم هنا على الهواء، قال لي انا هحتفظ، ورئيس النادي، فقال لي انا هحتفظ بالجهاز الفني، الجهاز الفني ومعظم اللاعبين. صح، ده من اول يوم. طبعا خلي بالك يا كابتن، هو بص عارف ان هو مثلا امكانياته الماديه مش هيقدر يشتري، مش هيقدر ينافس زد حتى، ما هو بس الاداء اللي هو اداه اسلام في اثناء البطوله، اثناء الصعود، يحيله بانه لا يقدر يكمل بهذا الشكل. دول الناس فاكره برضه يا كابتن، الناس فاكره ان الدرجه الدوري المحترفين ده دوري قوي جدا. لا لا، ده هو دوري الدرجه الثانيه، دوري صعب جدا، صعب، دوري صعب جدا، الكره مختلفه فيه شويه، انما دوري صعب جدا. هنا بيفرق في ايه؟ بيفرق عند المدرب نفسه او المدير الفني ساعة اختياراته للعيبة، بيفرق في مواصفات كتير بتبقى حاططها عشان اللعيبة بتاعتك، من اهمها الصفات الذهنية بتاعت اللعيب. ايوه، فالصفات الذهنية بتاعت اللعيب لو انا وانا بختار في الدرجة التانية بختار مواصفات ذهنية جيدة، ده هينفعني فوق وهينفعني تحت وهينفعني في كل حتة. ده ما خافش منه وما قلقش منه خالص. ليه؟ يعني ايه ذهنيه؟ يعني تحت الضغوط ما عندوش مشكله، ما يستوعب، سريع الاستيعاب بتاعي، يقدر ينفذ اللي انا بقول عليه، ذكي مع تعامله في مع اللعيبه بتاعته، عنده ذكاء ملعب جوه الملعب. دي حاجات كتيره بتبقى المفروض انها تبقى متوفره في اللعيبه، او بعضها موجود والبعض بيكتسبه من المدرب والماتشات. اسالك سؤال لطيف شويه قبل ما نقفل، يعني تتوقع مين اول اقاله؟ وامتى؟ الاجهزه الفنيه؟ وامتى؟ طب بلاش مين، امتى؟ امتى؟ ممكن بعد 6 اسابيع مثلا. ده انت متفائل قوي. السنه معقوله؟ خلي بالك السنه، ايوه السنه اللي فاتت كانت بعد الاسبوع الثاني، كابتن ربيع ياسين اسوان. بعد الاسبوع الثالث. ثاني او الثالث مش فاكر يعني. وده كانت حاجه، كانت برضه حاجه غريبه جدا لو تفتكر ايام، حاجة صعبة جدا جدا. يعني انت كويس، انت بتقول الاسبوع السادس ماشي. الادارات لازم، ايوه لازم تفكيرها يختلف شوية، ويعني تصبر شوية على الناس. انا كنت كان عندي مداخلة في الشباب الرياضة من يومين تقريبا، واتكلمنا في القصة دي، فقلت لهم بالمناسبة يعني يورجن كلوب على اللي احنا بنشوفه ده، المفروض كان في ليفربول السنة اللي فاتت، المفروض يتعمل كفته، يتحط في 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 مكنه شاورما وقطعه منه يتقطع. ومع السلامه. صحيح. من اول اسبوع، لا ده الراجل قاعد وقاعد 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 وبيتشرط وبيقول ده هيمشي وده اللي هيقعد ومفيش حد، بمنتهى الثقه اللي في الدنيا. من صحيح. منين جايه له الثقه دي؟ الاداره. من الاداره. صحيح. فاذا يعني لازم نخلي بالنا، وهنا مش هيحصل ده اسلام الا لو الاداره نفسها
هي اللي بتطلع وتحط. دي تفرق كتير جدا. امال مين اللي بيطلع؟ ما لا ما في يعني قصد اقول يبقى الاونر بتاع النادي او الرئيس النادي يبقى اونر النادي او احد انت عارف مجالس المساهمين. مجالس الادارات دلوقتي في اوروبا كلها مجالس محترفه. صحيح. مجلس اداره بيبقى مكون من كذا حد وكل حد حاطط النسبه بتاعته خلاص واسهم ومكسب وخساره. بالظبط كده. صحيح. فدي من هنا هتبدا تبص تلاقي في اختلافات في الاداره. اما رئيس مجلس الاداره اللي مش فارقه معاه الفلوس خلاص مش فارقه معاه. يعني اتمنى ان احنا نشوف اتمنى ان احنا ننتظر للاسبوع السادس ان شاء الله زي ما الكابتن مجدي بيقول. ما نشوف عموما لو حصل حاجه قبل الاسبوع السادس هبقى كده. يا رب ما يبقاش لا سادس بقى مش قصدي احنا عشان احنا مش عشان المدربين عايزين الناس تشتغل وتنتج. عايزين الناس تشتغل وتنتج ولكن انا نفسي الناس يا رب يقعدوا السنه كلها ما حدش يتغير. بالظبط. يعني ده اللي احنا نفسنا نشوفه. امين. انا بشكرك جدا يا كابتن مجدي على وجودك معانا. بستمتع بيك دايما حبيبي. اسلام. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مجدي طلبه. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير.